سؤالي للشيخ، هو اتهم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بأنه يتقي وأنه يقول بالتجسيم، وأنا أقول لك أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله أفضى إلى ربه، فماذا ستقول لله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الكلام غير صحيح؟ شكرا طيب جزيلا. شكرا طيب العزيز. نعم، يقول انكم اتهمتم الشيخ ابن عثيمين وقد مضى الى ربه. الجواب بيني وبين الله، نحن لم نتهم احدا، وانما قلنا ما يوجد في كتبه. أحسنتم. واذا كان واقعا ان الانسان ينبغي ان يحتاط بهذه الطريقه، لماذا انه ملأتم كتبكم باتهام علماء الشيعه بالشرك اذن؟ ولماذا كفرتم كل علماء المسلمين؟ لانهم لم يؤمنوا بما انتم تؤمنون به، الا تخافون انه يقفون امامكم يوم القيامه ويقول لكم لماذا كفرتمونا بمجرد أننا نحن لم نؤمن بما أنتم ماذا بما آمنتم به؟ يعني افترضوا أن الإنسان يوم القيامة يؤتى به ويقال له لماذا أنت لم تؤمن بالحد؟ قال: فمن زعم أن الله على العرش على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. أما تخافون الله أن تقول تتهم كل علماء المسلمين؟ هذا الطحاوي يقول بأنه لا حد ولا ولا، وهذا البيهقي وغير ذلك. هذا السؤال أتصور سؤال عاطفي قبل أن يكون سؤالا علميا.